اليوم قريب، اليوم قريب، بالأمس قريب، وغدا قريب. بطل الاتحاد حارس العميد، حارس العرين. الحسن بتمريره أخرى، النجعي داخل المنطقة، يحاول يمر لكريستيانو. يا إلهي، مش ممكن يا قريب، لقطة ولا أروع يا صاروخي ماديرا. قوية من كريستيانو، ردت فعلك يا مارسيلو، يا مارسيلو. قريب بقبضة من حديد، قريب يبدع من جديد. الكرة تبعد إلى ركنية، يبحث العالمي عن شباك العميد. ما شاء طويلة تبعد من الدفاع، من في الانتظار. خاطئة في التمرير وراحت لأنسيلمو، فرصة وخطيرة وكرة أمام جروي. يتدخل مارسيلو جروي أمام يحيى النجعي في كرة خطيرة جدا، خطورة كبيرة، خطورة كبيرة. شوف اللقطة وكرة خطر. متعب الحربي، كرة شبابية ورأسية وكرة غير معقول. كيف تضيع مارسيلو كروي؟ تصدى لكرة شبابية. ضرلة بانيجا انطلق على طول، لأن يثق بأن شوف 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 اللقطة، شوف الكرة وخطيرة وفرصة. لا 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 شباب، لا شباب، لقطة جميلة ورائعة. الجناح الأيمن، محاولة خطيرة، أبهوية بالرأس. كروهي، كروهي يتصدى، كروهي يبعد الكرة، والتصدي الرابع عشر لمارسيلو كروهي. 14 تصدي للحارس الكبير. جميلة الانطلاق الآن إلى سعد. يا سلام، جميلة التمريرة، جميلة التمريرة. كرة تعود إلى الخلف، سعد بكير يلعب كرة، تصويبة قوية. الله، مش معقول يا صالح، صالح العمري، يا لام التسديدة يا صالح. هل تصدى لكروهي؟ شوف المحاولة من جديد. نعم، يو كروهي، كروهي، كروهي دائما، كروهي دائما وابدا. مع الاتحاد سنشاهد ذلك. ركلة حرة مباشرة لصالح أبها سعد بكير، محاولة كروهي، 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 كروهي في كل مكان وفي كل توقيت، دائما ما يظهر هذا الغول. شوف الآن سعد بكير، مارسيلو كروهي في مرماه، سعد بكير، سعد بكير، سعد بكير، كروهي، كروهي، كروهي العملاق. بعد تسديدة الآن نشهد ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء. يمنع الطائي من تسجيل هدف المباراة، يمنع الطائي من تسجيل هدف الانتصار ومن تسجيل هدف الفوز. ساحرة من الجماهير الاتحادية بصورة النمر. كرة، الله، وإن تألق هجوم الاتحاد لا بد لكروهي أن يتألق كذلك. شوف المحاولة، شوف اللمسة، كاد أن يسجل، كاد أن يصل أنتونسون السويدي، لكن كروهي كان موجود، تصدى. كاتي علي هزازي، تتهيأ للكويكبي، وكرة في مكان جميل، وكرة جول، بتمر خطيرة. الله، أمام كل الكرات مارسيلو كروهي، ياهي كرة مرتين. هذه الكرة لكويكبي، أحمد غالي صوب كرة، والتصدي، يا على التصدي يا مارسيلو كروهي، أمام كل مرمى هنالك حارس. القفاز الأعظم على الإطلاق بالدوري، كروهي حاضر في الكرة الماضية، ياهي كرة كانت ممكن تمر جول، لكن تصدي ولا أروع من كرة ملعوبة للأمام، وبالتالي تهلك لازال منع الهدف المحقق. هذه الكرة امتدت مرة ثانية، وشوف ردة الفعل لمارسيلو كروهي في التصدي الخطير لكرة كانت متجهة للهدف الأول لاتفاق، لكن مارسيلو كروهي يمنع التسجيل أمام علي هزازي،
وهذا التصدي حقيقة المبهر لهذا الحارس مارسيلو كروهي. أكثر من كورة، أكثر من فرصة، يمر وهي كرة الكويكبي، والكويكبي يلعب كرة للأمام ولكن تصدي. دائما كروهي مارسيلو لعب كورة كويكبي حلوة 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 في اللقطة الماضية، لكن كروهي في التصدي الجميل كما هي عاداته في هذا اللقاء يمنع كل الكرات. هنا مع كرة كان معها الكويكبي لعبها بفكر حقيقة وبشكل رائع جدا وركنها في مزاوية صعبة جدا. تحضير إلى غريب، غريب يحاول يمر، غريب يمر وتسديدة وكرة وفرصة. يا إلهي مراد، محاولة والانطلاقة داخل الجزاء خطيرة أمام الجول. الله، كيف لك يا فراس وأمامك مارسيلو. مارسيلو كروي حطم الأرقام كلها، أنت الحارس وأنت الدفاع، أنت الكل في الأيسر عند متعب الحربي. متعب يسلم في وسط الملعب، جوانكا عودة إلى إيفر بانيجا، بدأ يحرر نفسه بنفسه من أجل الوصول للمرمى إلى انطلاقة أمامية. بوبينزا، آرون بوبينزا، لعب عرضية حلوة لجوانكا، إنقاذ روعة من مارسيلو كروي، إنقاذ روعة من مارسيلو كروي. أدي الكورة يا بوبينزا حلوة، وأدي هنا جوانكا، ولكن كروي نص الفريق في اللقطة اللي فاتت. كروي هو كل الفريق. ما شاء الله عليك يا مارسيلو يا كروي. في ركلة جزاء هي الأهم في المباراة. بوبينزا يا راجل يا راجل يا راجل، حد يعمل كده يا راجل، حد يعمل كده يا راجل. إيه اللي بيعمله بوبينزا ده؟ إيه اللي عمله بوبينزا ده يا راجل؟ ده انت جبت العيد، ده انت جبت العيد. شوف هنا وكروي، وكروي مسك الكرة، لكن بوبينزا يا جماعة لما اللقطة ترجع لكم، المشجع الشباب اللي كان ورا الجون اللي عمال يقول ما هتدخل ما هتدخل، وده اللي انت ظهره فرحان على ايه يا 77 يا قرشي؟ ما دخلتش. ده كروي حتى ما نطش، ده مسك الكرة هو على الواقف. أيوة إثارة هنا في الكلاسيكو أيها المشاهدين، المباراة تشتعل، وضغط المرة دي شبابي من الجانب الأيسر، محاولة بانطلاقة تركي العمار، لعب عند متعب، لعب عند متعب، مضل العليان يطلعها لخارج الملعب وإلى رمي التماس. أن يوسع الفارق بينه وبين المتصدر النصر، لكن لا زال عندنا كرة خطيرة ورأسية جميلة 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 من حسن كادش، لكن حارس المرمى مارسيلو كروي يبعد الكرة، مارسيلو يبعد الكرة وتمر سليمة وخطيرة كانت. شوف الرأسية وشوف حسن كادش، جميلة وارتقاء رائع، لكن موسم وأمام هنا كرة وتصويبة. كروي تغير اتجاه الكرة يا الفارو، يبحث عن مساندة، خذ وهات، تقدم جميلة هلالية. كروهي ينجح، ما طالت عرهي واحد، ليس كروهي واحد. عندما يتعلق الأمر بمس شباك الاتحاد يظهر أمامك الكثير من كروهي، لقد نجح الحال. محتاج الاتحاد، ظهر بشكل رائع خطيرة وفرصة للطائي، وكروهي يتدخل بشكل رائع أمام فرصة خطيرة لمصعد الطائي. طبعا عند رقم مهم